رمضان يا شهر بك ربنا نعم، أهلا هلا بك دوم يا فرحة المسلم. رمضان يا شهر بك ربنا نعم، استبشروا هالناس بك دومك الميمون، وارتاحت الأنفاس وخضرت العيون. استبشروا هالناس بك دومك الميمون. حياكم الله أعزائي المشاهدين من جديد في حلقة جديدة من برنامج سؤال وجائزة. هذه الحلقة في مركز الحديقة مول. سؤال هذه الحلقة: في كم يوم خلقت الأرض؟ راح نشوف الإجابات مع بعض. هذا البرنامج برعاية شركة علي عبد الوهاب الفايز، الحسون سنتر، مستوصف رويال، الفقيه للعود، كيوت للعطور، عطري أجمل، حرف للدعاية والإعلان، بلاك روز، حلويات لارين، الراعي الإلكتروني صحيفة عين حائل الإلكترونية. معنا أحد المتواجدين، حياك الله. هلا حياك الله. فهد سليمان الشراري، كيف الحال؟ من وين يا فهد؟ من القريات. يا هلا. زيارتكم هنا الحائل تسوق ولا مرور ولا؟ والله تقدر تقول تسوق وبنفس الوقت مرور، وعلى السياحة كلها يعني. أيوة. والله الحمد لله بخير. سؤالنا: الله سبحانه وتعالى خلق السماوات في 6 أيام، الأرض في كم يوم خلقت؟ خلقت في 6 أيام، هي 6 أو 7 يعني كذا. خلق هذه السماء أنا بالأرض. السماء خلقت بستة والأرض بستة أو ستة ستة. سامع المعلومة؟ ها؟ سامع المعلومة قبل؟ والله يعني سامعها وبنفس الوقت مشكك فيها زي ما تقول. إيه. أعطيك خيارات؟ أيوة. أنت قلت 6 أيام. فعلا 6 أيام ولا يومين ولا 3 أيام؟ 6 أيام. قلت اسمك؟ فهد سليمان الشراري. فهد، نعم. والله بيك. ثبت يا فهد ولا نغير؟ والله إن شاء الله مع الله عسير. ما تبي تغير؟ والله مع الله عسير، 6 أيام إن شاء الله. كانك واثق من الإجابة بس ما تبي تغير؟ لا لا، إن شاء الله أني واثق. واثق؟ إن شاء الله. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير إن شاء الله. حياك الله في مدينتك الثانية حايل. حياك الله. وأبرك الساعات، ولكن مع الأسف الإجابة غير صحيحة. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير إن شاء الله وكل سنة وأنت. توجه تهنئة لأحد؟ والله أهني إخواني و أخواتي وزوجتي، وكل سنة وهم طيبين إن شاء الله. استهلون. يا هلا، حياك الله. شكرا لك. يا هلا. أبتدي بالحمد لله وأحمد وأثني عليه، وأعترف له بالولايا كل خلق بين يديه. كان في الليل شكوى أعترف شكوى عليه، يا لا 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 ويا لا لا لا، والثمن جنة وحور، والثمن جنة وحور. حياك الله. الله يبارك فيك. خلنا نجلس شوي. كيف حالك؟ أحمد الحسيني. أحمد الحسيني. أحمد الحسيني من وين؟ مصر. من وين؟ من مصر. إحنا بورسعيد والمنزلة تقدر تقول. الله يبارك فيك. الله سبحانه وتعالى خلق السماوات في 6 أيام، في كم يوم خلقت الأرض؟ كم يوم خلقت؟ 7 أيام. هو كله مع بعضه 7 أيام، الأرض والسماء. سعد معلوماتك. ليه؟ سامع المعلومة قبل؟ أيوة 7. كلام جميل. لا بس الأرض قبل السماء والدنيا. الأرض من زمان، الأرض موجودة من زمان صح؟ ما فيها مساعدة. ها؟ أعطيك خيارات؟ ها؟ 6 أيام ولا 3 أيام ولا يومين؟ 6 أيام. قلت يا أحمد؟ ها؟ نعم والله. وين شغال أحمد؟ شركة بالشرف. الله يبارك فيك. أعطني
جواب اخير. 6 ايام خلاص اكيد ان شاء الله ما تغير ان شاء الله. توجه تهنئه اكيد للاهل في مصر وللوالد ولاخواتي والاولاد الحلوين دول ربنا يخليهم لي يا رب الدنيا ورمضان كريم. اللهم امين. ولكن مع الاسف اجابتك غير صحيحه. وكل عام وانت بخير. عرفني ايه كم يوم كل عام وانت بخير. شكرا لك يا حبيبي. لبيه لبيه يا الغالي شوفك على الناس يكفيلي افرح لي شوفتك قبالي في الذات في الذات حظي ترى دايل الحظ يتبدل وبيع حظي لغير واشتري غيره يا مقطر عندك يا مزور انا ما تقدر على الجياش انا بشربه على ستك العزر يا شلبه. الله يحييك احمد ريان الشمري. احمد ريان الشمري الله يحييك وانت بخير. سؤال: الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والارض في 6 ايام، في كم يوم خلقت الارض؟ 6 ايام. احمد ايه ريان الشمري الله يحييك. تجارتك وتغير ثبت الاجابه خيارات ممكن 6 ايام انت قلت؟ 6 ايام فعلا من ضمن الخيارات. 6 ايام 3 ايام ولا يومين؟ 6 ايام ثبت وانت بخير. ما تغير؟ ما هغير لا. لك؟ ممكن اذا قلت لي ممكن لا اغير. ما راح اقول لك انك انا عالم بس تبي تغير ولا لا؟ لا ما راح اغير. سامع المعلومة قبل؟ 6 ايام ثم مستوى على العرش. نعم. شب ثبت. ما تغير؟ لا ما اغير. تغير؟ اذا قلت ممكن اذا عندك اجابة. 3 ايام؟ ثبت وانت بخير. إجابة غير صحيحة. كل عام بخير وانت بخير. إجابة غير صحيحة. غير صحيحة؟ اي نعم. في يوم واحد يعني؟ انت اعطيني 3 خيارات، 6 ايام، 3 ايام، يوم. يومين، قلت لك يوم 6 ايام طبعا خطا، يومين 3 ايام طبعا خطا. اكيد. ما باقي الا واحد لكن كل عام بخير. يومين وانت بخير. شكرا لك يا حياك. حياك. شو اسمك يا بطلة؟ يارا. طب كم عمرك؟ 7 سنوات. 8 سنوات؟ طيب العمر كله. طيب عندك انشودة؟ ايه. يا تفضلي. اني وردة بيضة شكلي جميل يا محلى جمالي لا ملامير يا اطفال يا حلوين اشرب الحليب للصحة والقوة اسأل الطبيب اسأل على مالك اشكر الإله دايم تشكر رب عبد لا تنسى والحمد لله والشكر لله. شو اسمك يا بطل؟ اسمي نايف. ايش؟ نايف. نايف؟ طيب كم عمرك؟ عمري 5. 5؟ العمر كله. اي صف تدرس؟ ما ادرس. ما تدرس؟ ادرس السنة الجاية. ايش؟ السنة الجاية. طيب عندك انشودة حلوة؟ تفضل. كلاب شوبة ناري كلاب شوبة عليك شوبة والحطب لك إجابي نيوج عراسة ترى الهيل طبة والرزق عند اللي مشي سحابي بس هذي. هذا شعر؟ ما شاء الله شارع شاعر صرت. يوم تكبر وش تصير؟ أصير شاعر. شاعر؟ إن شاء الله تكبر وتصير شاعر. حياكم الله من جديد في حلقة جديدة من برنامج سؤال وجائزة. سؤال هذه الحلقة معنا أحد الموجودين هنا. حياك الله. أهلا بحضرتك يا سيد محمد صالح جمهورية مصر العربية مهندس مدني. وين شغال هنا يا محمد؟ مع مكتب بروجر للاستشارات الهندسية. أهلا بحضرتك محمد. ها؟ محمد صالح. من وين؟ من مصر؟ القاهرة. القاهرة. السؤال: الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام، في كم يوم خلقت الأرض؟ في يومين على حد معلوماتي يعني. بترجم الآية؟ عدد أيام الأرض ولا عدد السماوات والأرض؟ لا في كم يوم خلقت الأرض؟ الأرض في يومين. طيب أعطنا الآية.
لا مش متذكرها يعني. في صورة؟ لا مش متذكر. أكمل الإجابة؟ تقريبا. أعطيك خيارات؟ مشت. في ست أيام؟ في ثلاث أيام ولا في يومين؟ يومين. ثبت؟ ثبت إن شاء الله. وين سامي؟ ها؟ وين سامي المعلومة؟ معلومة مرت عليك. تعرف حضرتك بيبقى في رواسب من الطفولة كده من القصص اللي كنا بنسمعها. المصريين ما شاء الله. يعني أقول لحضرتك أنا سمعتها فين؟ أنا عمري 40 سنة فبنسمع معلومات دينية من فوق 30 سنة، فصعب إن الواحد يحدد المكان بالضبط يعني. طبعاً صح إجابتك صحيحة. والآية قوله تعالى في سورة فصلت: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. إجابتك صحيحة. تربح معنا مجموعة طبعاً ما شاء الله. حنا نشكر الرعاة طبعاً، رعاة هذا البرنامج علي عبد الوهاب الفايز، شركة الحسون سنتر، كيوت، عطري أجمل. معك عائلة هنا؟ موجودين ها. طبعا تربح معنا من كيوت العطور، من الفقيه للعود، من الحسون سنتر، وكل عام وانت بخير. تصبح والسلامة سيدي، كل سنة طيبين. طبعا الإجابة زي ما جاوب معنا محمد من القاهرة، الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وخلقت الأرض في يومين لقوله تعالى. أنه كثير ناس كان عندهم لغط بالمعلومة في قوله تعالى في سورة فصلت: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. نروح السؤال اللي بعده، خلوكم معنا أعزائي المشاهدين. شو اسمك يا حلوة؟ أحلام. طيب كم عمرك؟ عشرة. عشرة؟ العمر كله؟ إن شاء الله. عندك الشهودة؟ إيه. اتفضل. يومي يا غلطني يا وصدق عطفة بالقلب، وأدفى الحب يحضني، وأكبر قلبي يحويني. أنا بك دنيتي جنة، وبسماتك مطر وانزل، وضحكتك ربيع هضا، وزهور افتحت فيني. شكرا. هذه منك؟ من حقتها؟ حقت أمي، خواتي كلهم. حقت رغد صح؟ ايه. شكرا لك. السلام عليكم، كيف الحال؟ والله بخير. الله تعرف عليك، كيف حالك؟ الاسم؟ نايل. نايل؟ ايه. نايل ليش؟ نايل الصوينة. حياك. من وين يا نايل؟ من حايل. حياك الله. الله. شلون شفت المقاضي العيد معكم؟ والله لا بأس بها، حلوة. خلصت ولا باقي؟ والله انه طوب. على وشك الخلاص. ايه. طيب قلت لي نايل ها؟ اي نايل. متى آخر مرة رحت البحر، مدينة بحرية فيها بحر؟ والله ما رحت. ما جيت البحر؟ لا أبداً. أبداً. وين وقتك أكثر وقتك؟ وقتي هنا. هل بالران ها؟ ما شاء الله. يعني ما جيت البحر أبد ولا عمرك شفته؟ من زمان جيت، يمكن شباب. إيه ها الحين شباب. طيب ها الحين شايب طال عمرك. طيب أي بحر اللي زرته؟ البحر الأحمر، الخليج، الشرقية، الغربية، برا؟ ما خليت محل الأول هنا. لا ما شاء الله، يعني عندك خبرة عن السؤال. سؤالنا أكيد أنه الزلحفاة، وين تعيش أكثر شيء؟ الزلحفاة. 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 وين تعيش؟ في البحر. حلو. السؤال: كم عدد أسنان الزلحفاة؟ نزف عني. إيش رأيك؟ ها؟ قل ما هضمت شكله عشان عاد سنونه ها؟ شكله ولا شفته؟ بالله؟ يلا كل عام وانت بخير نايم. كل عام وانت بخير. شو اسمك؟ ميلاف. بك مشاركة؟ ايه. وانت؟ ضياء. يا عالم هنوني للفرحة حلوني، جانا بابا الغالي، جا بابا عيوني، بابا اللي ربانا من أعطانا، لما ننجح بابا كفن وجزا، للطايدي بالحير ربينا. كل عام وانتم بخير. وانت طيب ان شاء الله. سؤال خليك شوي بالله لو سمحت. من وين؟ انا من اليمن. وين اليمن؟ من ريما، محافظة ريما من الغربية. ريما؟ ايه اليمن. كل عام وانتم بخير. وانت طيب. تدري كم اسنان الزلحفاة؟ سم؟ عدد اسنان الزلحفاة كم؟ والله ما عندها السلحفاة؟ اي ما عندها اسنان. ما عندها؟ ايه. متأكد؟ ان شاء الله. متأكد ولا؟ لا متأكد ان شاء الله. السلحفاة ما لها اسنان. ها ايش رايك عدد اسنان الزلحفاة يقول ما عندها اسنان، صح ولا خطأ؟
ما قد سمعت على السلحفاة عندها سنين. المهم عنده ولا ما عنده؟ ما عندها. يعني متأكد؟ إن شاء الله. يعني إجابتك صحيحة؟ صح، إجابة صحيحة. الزحفاة أصلا ما لها أسنان. واحد مشوان قال بروح أعيد. طبعا تربح معنا من حلويات لارين ومن المجمع رويال. ما عيالك هنا موجودين؟ لا مو موجودين. طيب عطنا الملاهي. شوف أي أحد من جماعتك خليه يروح لمدينة أو مؤسسة علي عبد الوهاب الفايز المنتجة السمر. كلامك بخير وانت طيب إن شاء الله. مع السلامة. خذينا مع الأطفال كثير وشكرا لك قناة المرقاب. هذا البرنامج برعاية شركة علي عبد الوهاب الفايز، الحسون سنتر، مستوصف رويال، الفقيه للعود، كيوت للعطور، عطري أجمل، حرف للدعاية والإعلان، بلاك روز، حلويات لارين، الراعي الإلكتروني صحيفة عين حائل الإلكترونية. هلا بك دوم يا فرحة المسلم، رمضان يا شهر بك ربنا نعم.